السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض معكم هنا طقم سفرة من ضمن منتجات أم كريم المميزة. طقم السفرة بفاري، لو شفنا هنا شكل البراد معانا أهون من فوق، شوف الكنار بتاعه ورسمته في منتهى الرقة. هنشوف الجزء ده، نحس ان فيه كده زي السيلفر بيلمع مختلف عن باقي البراد. هنا معانا السكرية شكلها من فوق برضو اهون، من عشاق الاطقم البفاري. في كتير دايما بيسألوني موجود عندك بفاري ولا لا، فجبنا لكم الطقم البفاري. هنا معانا الفنجان، فنجان القهوة، دي موديلات بعض الأطباق، طبعا هو 12، عدده حوالي من 100 من 120 ل 123 في التقريب كده. لو شفنا هنا السكرية برضو معانا موديل السكرية، هنا معانا حلة الشوربة، ودول شكله في منتهى الرقة، في تميز وسعره جميل جدا. هنشوف الختم معانا عشان نشوف برضو ختمه، زي ما انا عودتكم كل شيء لازم اشوف ختمه. هنا لو خدنا بالنا من الكلمة فوق، بيفيري بيفيري جرمانيا فاين بورسلين ميديان ان اوروبي، يبقى هنا بيفيري الماني ميديان ان اوروبي. نرجع الفنجان تاني ونشوف الطقم برضو كده من بعيد الشكل العام، حتى يبقى جوه النيشة شكله ازاي. بيحب البساطة والرقة مع لون السيلفر، مميز جدا مع الطقم البيفاري. وده من تصوير أم كريم، أتمنى يكون التصوير عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.